ضيف فريد لقناة أنفاس بريس هو الفنان عبد المجيد بن كيران من رواد الأغنية المغربية. مرحبا بك على أنفاس بريس. الجديد الفني ديال السنة غادي يكون عندنا إن شاء الله شي أعمال فنية إن شاء الله، كنتمنى إن شاء الله باش إن شاء الله نكونوا على حسب الظن. رحنا من رواد، أنا عشت مع رواد الموسيقى المغربية جميعا. شحال انت في الدومين الفني دابا؟ انا 50 سنه، 1969 انا بديت في المعهد الموسيقي، من بعد تحت بجوء ديال الدار البيضاء كان كيترأس الاستاذ معطي البيضاوي. من بعد 75 مشيت نشتغل مع الجوء ديال عبد المجيد الجراري، استاذ عبد المجيد الجراري رحمه الله في هذا الشهر الغفران. كانت معنا ديك الساعه باها جابنا سميرة بن سعيد عندها واحد 7 سنين، الناس معنا بالكرسي. ولهذا الحمد لله الميدان كانت عندي صداقة مع المرحوم أستاذ أحمد الله يرحمه محمود الإدريسي، كان صديق ديالي بزاف، وخدمت مع عدد الرواد، مع المعطي بن قاسم الله يرحمه، مع السي محمد الحياني، مع السي محمد الفتاح، مع الغرباوي. هاد الناس الرواد كلهم رحمهم الله. انت من الزمن الجميل. الحمد لله الجمال سنة التلفزيون نواري بلوم الكحل والبيض، ما كاين لا كولور ولا والو. اش تقول دابا اش تقول للجمهور ديالك والشعب المغربي؟ المغربي الحمد لله، الفن راه هو واحد الحاجه كبيره الحمد لله، هو رساله بعدا، الفن رساله وكيهدي الانسان. وكان نعطي المبرر للشباب المغربي الا بغى يدخل يعمل الموسيقى يدخل من واحد الباب واسع، ويدخل المعهد الموسيقي ويعرف الانغام ويعرف المقامات ويعرف دوري مي فاصو لا سيتو. يدخلنا شابه وعندنا اصوات مغربيه الحمد لله مزيان الحمد لله، وعندنا الحمد لله عدد ديال المسائل. غير الشباب اللي بغى يعمل خصو يدخل من هذا الباب، يدخل المعهد الموسيقي. يا رساله لكم الشباب. الحمد لله الاستاذ ابراهيم بركات، يعني عملنا مع ثلاثه ديال الاغاني، جوج اغاني ديني بالنسبه لسيدنا رمضان، راه داعوا في الاذاعه والتلفزيون، وخدمنا الحمد لله شي اغاني اخرين شجناهم الحمد لله، والمسار الحمد لله هو غادي الحمد لله. يعني دوزتوا شي اغنيه في رمضان دينيه؟ عندي اغنيه دينيه كان لحنا ليا السي احمد بن موسى رحمه الله، شرفتي رمضان من الكلام ديالي انت، من الكتابه ديالك. من الكتابه ديالي كندوزها السي احمد بن موسى الله يرحمه في هذا النهار. ما ديرش لنا شي مقطع منها. اي شربتي يا رمضان يا صاحب السرور، يا نعيم الرحمن فيها سن السرور. شربت يا رمضان يا صاحب السرور، يا نعيم الرحمن فيها نسور. شكرا سي بن كيران. وشكرا جزيلا استاذ على الاستضافه. تحياتي وشرفتينا انفاس. تحياتي. شكرا خويا.